ألو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتعرفيكي؟ الحمد لله تمام. بلاش الاسم، ممكن اسم شهر يعني؟ ممكن من غير اسم خالص حتى، ما فيهاش اي مشاكل. طيب كم سنة؟ 27 سنة. مرتبطة؟ كنت يعني. طب ايه اللي حصل؟ احكي لي تحت امرك، قولي لي بقى. هو كان ارتباط عن طريق النت، وبعدين حسيت ان الموضوع مش بجد قوي فبعدت يعني. وحاول يرجع تاني وكده، فطريقته معايا بصراحة ما عجبتنيش. ما عجبتكيش ليه؟ يعني طريقة كلامه، عايز بقى علاقة عن طريق الفون وكده يعني. فأنا رفضت الموضوع ده تماما يعني، رفضته كذا مرة، ودايما كنا بنعمل مشاكل مع بعض بسبب كده. فبعدنا فترة يعني 4 أو 5 شهور، ورجعنا نتكلم تاني. فقلت له أنا في حد متقدم لي وكده، حد سافر بره، والمفروض إن أنا وحيدة يعني، مش إخوات خالص، ولا بنية ولا صبيان. مترددة بقى، أوافق ولا ما أوافقش. أنت علشان الإنسان ده يعني؟ أنت مترددة إنك توافقي أو ما توافقيش علشان الشخص اللي أنت عرفتيه عن طريق النت ده؟ لا يعني مش للدرجة دي، حاسة إن أنا مبقتش أحب زي الأول بصراحة. هو ده أول واحد في حياتك؟ لا. كان في حد قبله؟ كان في حد، أول حد في حياتي خالص. كان حد قريب يعني. وبعدين؟ يعني الموضوع كان 7 سنين تقريبا. يا ده موضوع طويل يعني. بس أهله بقى رفضوا كده عشان قرايب وكده يعني. طب خلينا نقول ان موضوع النت ده، المعرفة النت ده مش شيء كويس، لان انا بعتقد يعني، وانت اكيد جربتي وشفتي اللي عرفتيه عن النت، وده كان لطيف قوي قوي. في النهايه كان عايز يقعد يعمل معاكي علاقه على التليفون. ايه بقى حكايه العلاقه على التليفون دي؟ العلاقه على التليفون دي هي علاقه حميميه، بس ما فيهاش اي التزام ولا اي ارتباط ولا اي خوف ولا اي قلق ولا اي ترتيب ولا حد يشوفنا ولا، ما فيش ده. فانا حسيت ان مجرد وسيله، مش وسيله لتبسيط الامر لانسان ما عندوش استعداد يغامر. مع اني طلبت منه انه يتقدم يعني، هو قال لي مش هيكلم اهلي. انت شفتيه قبل كده؟ مره قابلتيه. متاكده انه مش متجوز، مش مرتبط، اي حاجه ولا؟ لا خالص. هو نوز. طب ما ممكن يكون مرتبط وكل حاجه تمام، ومتجوز او خاطب او كل حاجه حلوه، وقالها دبلته وحاططها في جيبه، وبيروش معاكي علاقه من على النت، ايه اللي هيحصل يعني؟ هو جه في الفترة اللي بعدنا فيها دي يعني خطب. ولما كلمني قال لي ان هي كانت وسيلة عند عشان انا اغير رأيي وكده. وفك الخطوبة ولا لسه خاطب؟ وفك الخطوبة بعد ما كلمني. قلت له وانا ما بتعاملش. بص يا بنت الناس، مفيش حاجة اسمها خطب وسيلة عند، يعني انا مش هروح اضيع حياتي واسمي وسمعتي ان انا اتحسبت لي خطوبه، وادفع شبكه واروح اجيب شوكولاته ودبل ومش عارف ايه وبتاع وكده عشان عاند واحده عرفتها على النت. يبقى انت من الهبل انك تصدقي الكلام الهبل ده. ده خطب بجد لانه بيدور على واحده بنت ناس يتجوزها، وهو مش شايفك بنت الناس. ليه مش شايفك بنت الناس؟ عشان عرفك من على النت. تمام. فهمتي قصدي؟ وانت كشفتيه وعرفتيه على حقيقته، وطلع انسان مش كويس ومش محترم. تمام. تمام. اللي متقدم لك بقى ده جاي من الباب وعايزك باحترام. ما انا عايزه رايك بقى في الموضوع ده. شفتي؟ انا خايفه اني اسافر وابعد عن اهلي. شفتي ولا ما شفتيهوش؟ هي مامته جت، وصراحه لانه هو مش موجود حاليا، هو لسه هينزل في شهر 11. هو في دوله عربيه ولا في دوله اوروبيه؟ في عمان. في عمان. وعمان دي مش بعيد يعني، دي فرق الكعب يعني. طيب هو ميسور الحال، مستريح ماديا، جاهز يرتبط وكده؟ هما لما اتكلموا قالوا ان فتره الخطوبه هتبقى سنه، وهتعرفوا بعض في السنه دي عن طريق التليفون والانترنت.
اكيد هينزل بقى فترة خطوبة، واكيد شهر مثلا او شهرين وهيرجع ما تاني. فيش شهرين يا فندم، ده بيشتغل في دولة عربية، ده بتبقى اجازته 25 يوم 20 يوم 15 يوم كده. من قلقانة برضو من الموضوع ده، نعرف ساعات ازاي. ما هي دي القضية. طيب ما فيش اي عرسان تانية متقدمة غير الراجل ده؟ لا هو في الفترة دي الشخص ده. طيب بصي بقى، مبدئيا نمرة واحد، الانسان اللي تعرفيه عن طريق الانترنت ده تنهي علاقتك بيه تمام، لان ده انسان عايز يروش ويتفسح ويعمل علاقات جنسيه مع فلانه وعلانه وترتانه، وهو سهل من على الانترنت، وزي ما عمل معاكي كده ممكن يكون عمل مع 10 قبل كده، فده انسان مش مظبوط. له الطريق الحلال اللي هو يا فندم، ما خلاص، ما هو مش عايز طريق الحلال، هو مش عايزه، هو لو عايزه ما هو لما احتاج الطريق الحلال راح خطب واحده تانية، جرب في حته تانية، ما جالكيش ليه؟ لان انا كنت رافضه في الاول. لا لا رفضه ولا مش رفضه، انت جيتي له سهل جدا من على الانترنت، في الوقت التانيه جايه من طرف فلانه بنت طنط علانه، وبيقولوا عليها بنت فله، يمكن راح عارفها ما لهاش فله فسابها، فهو شايف لا انت فله ولا التانيه فله، فبيدور على التالته. ده خلصنا منه، نشيله من الخطه. ممكن؟ اكيد ممكن، بحاول اعمل كده. مش بحاول، ده قرار تاخديه. انا مش رخيصه، انت شايفه نفسك رخيصه؟ يبقى ما نرخصش نفسنا بقى، ده بيرخصك، يبقى انت مش رخيصة. خلاص خلصنا، دي نقطة من اول السطر. اوكي انا مش رخيصة وخدت بريك، والراجل ده ما يلزمنيش، وشكرا من على الانترنت، بقوم شايلاه خالص، اوكي شيليه تماما من عندك، ان شاء الله تعمليه بلوك. اوكي خلاص، ده واحد ما يلزمش يعني، وده قالها لك بصراحة، عايز يعمل معاك علاقة جنسية على التليفون. وبعد كده العريس اللي جاي ده، والله انا ما اقدرش اقول اه وما اقدرش اقول لا غير لما اشوفه. ممكن تشوفيه تتهبلي عليه، وممكن تشوفيه من اول يوم تقولي لمامتك لا مش عايزاه، فما تاخديش قرار الا لما تشوفي. محدش بينزل يشتري حاجه الا لما يكون يشوفها ويقلبها ويعرفها اه على هواه ولا لا. غير الناس بقى اللي بتبقى منشنه على حاجه معينه، انت مش منشنه على حاجه معينه، انت نازله تلفي بقى تشوفي، ربنا رزقك بعريس كويس، اهلا وسهلا، ما طلعش على مزاجك يبقى ما يلزمكيش.